مقدم هاي اللي جايبينها عشان تركي الدوسري اذا دخل عرض خاص 5000 ينزل طول ما جاله يا اخوي خلاص ما عاد بجاي ليه يفكر في برنامج ثاني خاين 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 هو خاين يجي لك يوم تندم على ما سويت القم يا تركي الدوسري يا دنا جوي يا خلي لو مره في حياتك ليه ما تروح تسوي لي همبرجر وتجيبه لي لو مره في حياتك